بريت ذا تشيست اكس راي. حضراتكم طبعا عارفين ان التشيست اكس راي من اكتر الحاجات على الاطلاق اللي بتتعمل في اي مكان بيستخدم الاشعاعات. والسبب في كده يعني الاستيمتس اللي موجوده من بره على الانترنت بتقول ان التشيست اكس راي يمثل 40% من شغل اي ديبارتمنت بيشتغل اشعه كل حاجه يعني مع بعضها. ده معناه ان ذا جود بالك اوف اشعاعات بالنسبه للتشيست. السبب في كده ان الاشعه بتتعمل في ثانيه تقريبا، وفي نفس الوقت ثمنها رخيص جدا كومبيرد لبقيه الحاجات الموجوده. وبالرغم من هذا فهي از اكستريملي سنسيتيف وبتدي فيري جود انفورميشن اباوت دي تشيست باثولوجي. في الاول علشان ابص على الشيست اكس راي بصه صحيحه لازم ابقى عندي كرايتيريا للاشعه المعمول عدل، لان الاشعه لما تتعمل بطريقه غلط او بتعمل بكلفته كما هو الحال في معظم الاماكن اللي احنا بنشتغل فيها بيؤدي الى ايرور ان ذا دايجنوزس، وهوري لحضراتكم امثله على كده. الصفات بتاعه الاشعه المعموله كويسه هم ثلاثه. نمره واحد ان وانا بصور المريض يكون واقف عدل، يعني بيسموه عندنا احنا متسنتر او ويل سنترلايزد، يعني ما يكونش ملفوت ولا شمال ولا يمين. حضرتك هتسأل نفسك هتقول انا جالي الفيلم وانا مشفتش المريض اصلا وهو بيتصور، ازاي اعرف اذا كان واقف عدل ولا لا؟ فانا هقول لك دلوقتي ازاي تبص على الشيست اكس راي تعرف منه الثلاثه دول من غير ما تكون شفت المريض اصلا. نمره اتنين فول انسبيريشن، يعني نقول المريض خد نفس كبير قوي تو ديستند ذا لونج عشان نعرف نبص كويس. نمره ثلاثه ادكويت بنتريشن، يعني ببص انا على جسم المريض، واحد رفيع يبقى كمية الأشعة قليلة، واحد جسمه مليان شوية يبقى كمية الأشعة أكتر عشان الفيلم يطلع بالمظبوط، ما يطلعش محروق قوي وما يطلعش صفت قوي، وبالتالي معرفش أشوف ومعرفش أشخص. أول فيلم معروف عندنا كلنا وعند حضراتكم اسمه شيست بي اي. شيست بي اي معناها شيست بوسترو انتيرير. الجماعة بتوع الأشعة عندهم تسمية الأشعة طبقا لدخول الأشعة في الجسم. لو الأشعة دخلت من ورا يبقى اسمه بوسترو انتيرير، لو الأشعة دخلت من قدام يبقى اسمه أنترو بوستيرير. الشيست اكس راي الصحيح لازم يكون بوسترو انتيرير ولازم يكون المريض واقف، دوت أحسن واحد في الدنيا. هتقول لي طب وإيه الفرق لو كان المريض باصص ناحية الإكس راي تيوب والأشعة دخلت له من قدام والمريض واقف وظهره للإكس راي تيوب وأشعة دخلت من ورا؟ هو الشيست من قدام ورا زي من ورا لقدام. في فرق جبار جدا، اللي هو زي ما حضرتكم شايفين هنا، ده واحد باصص ناحية الأنبوبة ناحية الأشعة والتاني ظهره للأشعة. كلنا عارفين إن الهارت موجود قدام anterior structure، وبالتالي لما يكون الواحد كده اللي هو الشيست بي اي بيكون الهارت بتاعه قريب جدا من الفيلم فما بيحصلش تكبير، لكن لو بص الناحية التانية ناحية أنبوبة الأشعة فالهارت بتاعه بيكون بعيد عن الفيلم فيحصل تكبير. And this is the case. Then this is chest X-ray BA يعني بوسترو انتيرير and انترو بوستيرير. هو نفس المريض في نفس اليوم بنفس الأشعة بنفس كل حاجة، لكن هنا you feel إن الهارت شكلا كويس وحجما كويس، وهنا هو تحس كأن الهارت كبر. وانتوا عارفين طبعا أسهل حاجة عند الجماعة بتوع الأشعة يقول لك enlarged cardiac size for echocardiogram، لأن مش هو بيدفع حاجة، المريض هو اللي بيدفع. فاحنا عاوزين قبل ما انتربريت الشيست اكس راي اعرف اذا كان معمول من ورا ولا معمول من قدام عشان اخلي بالي من حجم الهارت. الحاجه الثانيه لو كان المريض واقف ولا نايم، لو كان نايم مش هيعرف ياخد نفس كويس، لو كان واقف هيعرف ياخد نفس كويس. طب لو ما خدش نفس كويس الديافرام هيبقى لفوق والهارت هيتبطط والانتروبوستيري الترانسفيرس دايمتر اوف ذا هارت هيبقى كبير، نفس الحكايه. يبقى لو انا بشتغل في الانتنسيف كير او بشتغل في اوض الحوادث والمريض كل المرضى اللي عندي بصورهم شيست اكس راي نايم على الترابيزه ومن قدام لورا، يبقى اي شود كونسيدر ان الهارت بتاعهم مش هيكون بالمنظر الطبيعي. مش كل واحد اصوره في الحوادث اروح كاتب له كارديوميجالي فور ايكو كارديوجرافي، اند ذس از رونج. جه من فين ده؟ لان الشيست هنا هو انتروبوستيري من قدام لورا، الهارت بعيد عن الفيلم. نمره اتنين المريض سوباين ان كانوت تيك ان ادكويت ريسبيريشن. تقول لي طيب افرض انا في الحوادث وعندي شك في موضوع الهارت ده،
غير الحوادث على فكره الانتنسيف كير، والانتنسيف كير موضوع الهارت بالنسبه لهم حيوي. فانت لما تيجي في الانتنسيف كير المريض قاعد على السرير، تحط له الفيلم من ورا وبتجيب البورتابل وتصوره كده من قدام، يبقى في حاجتين: اولا قاعد يعني مش واخد نفس كويس، ثانيا ومن قدام لورا يعني الهارت كبير. لان الحل هنا هو اللاترال فيو، لان اللاترال ما فيهوش تكبير وما فيهوش من قدام لورا، لان اللاترال فيو ويل شو ذا هارت، وتقدر في الوقت دوت تحكم اذا كان الهارت كبير ولا صغير. واحنا بنبص على الشيست اكس راي لازم يكون في فرق ما بين الديافرام والتاني. الديافرام اليمين اعلى من الديافرام الشمال بمسافه من سنتي ل 3 سنتي. اكتر من 3 سنتي يبقى في مشكله، لازم نعرف ايه هي، واقل من كده مقبول، يعني سنتي ماشي والاثنين سنتي والثلاث سنتي، لو هما الاثنين قصاد بعض يبقى في مشكله، لان انا عارف ان الشمال لازم تكون اوطى شويه من الايه؟ من اليمين. ايام زمان قوي لما كنا نعمل شيست اكس راي ونلاقي الكوستوفرينيك انجل مقفوله كده، نقول اصل المريض عنده بلورال افيوز، وبعدين نبص في اللاترال فيو فعلا نلاقي ان الكوستوفرينيك انجل من ورا مقفوله بالميه، بس احنا وي ار نوت شور ان في هنا هوت فلويد، جايز يكون بلورال تيكنينج كلام كده. فكنا بنجيب المريض ونعمل له الوضع ده اللي هو اسمه دي كيوبيتس بوزيشن، يعني انيم المريض على جنب واخلي الانبوبه الاشعه من ورا والفيلم من قدام واصور فيلم عامل كده. الفيلم ده بيخلي الميه اللي في الكوستوفرينيك انجل تنزل كده في البلورال ريسس، فاقدر اشوفها في الشيست اكس راي. بطل خلاص الكلام ده دلوقتي ليه؟ لان عندي الترا ساوند، والالترا ساوند از جيننج ماتش ماتش مور اكسبتنس في الايمجنج اوف ذا تشيست ناو دايز. فانا باجي على الالترا ساوند الحته اللي انا شاكك ان يكون فيها افيوجن فلتكن دي او دي، واحط البروب. Then I see the diaphragm, I see the liver, and I see a small fluid. مهما كان حجم الفلويد, and I can know, and I can see the fluid بالالتراساوند. In the chest X-ray ما تعرفش تشوف الإفيوجن إلا ما يكمل 200 سنتي. 200 سنتي عشان تشوف الشيست X-ray. لكن 3 سنتي، 4 سنتي، 5 سنتي, and you can see it by the ultrasound. أي واحد من حضراتكم بيبص على الشيست دوت كده مش شايف حاجة. شيست ضلمة. احنا بيسموه عندنا محروق. محروق يعني ايه؟ جه الفني يصور المريض، بص عليه كده، راح مديله جرعه اشعه اكتر من الحجم بتاعه، فحرق الفيلم. فحرق الفيلم، ما تعرفش تشخص حاجه اصلا، ما انت شايف حاجه. الفيلم الكويس هو ده اللي هو فيه اللنج باينه والهارت باين، كوستوفرينيك انجل باينين وكده. الفيلم اللي جنبه اسمه سوفت. سوفت يعني ادينا جرعه اشعه اقل من الطبيعي للمريض، قدرنا حجم المريض غلط. ودي بتفرق طبعا من الفنيين. الفني الحديث لسه بيلخبط على طول، الفني المحترف بيبقى بص ليه نظره كده على طول، يقول ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا. يبقى اذا لو جه لحضرتك فيلم سوفت ما تشخص، لو جه فيلم هارد ما تشخص، لان مش في حاجات كتيره تو بي ميس. جه انا عاوز اعرف المريض ده خد نفس وهو بيتصور ولا لا. لو كان واخد نفس كويس بينزل الديافرام لحد الريب رقم 10، فانا عشان اعد الريبس باجي عند الريب الكبير الاولاني واقول رقم 1، يبقى اللي تحتيه رقم 2، وبعدين 3 4 5 6 7، وصل 10 يبقى واخد نفس كويس. ما وصلش لل10 يبقى الديافرام عالي والعيان ما خدش نفس كويس والهارت متبطط، عشان ابقى فاهم انا هانتربريت ازاي بعد كده. نيجي لو هو المريض واخد نفس كويس، يعني انسبيراتوري فيلم بينزل الديافرام لحد رقم 10، لو مش واخد نفس كويس الديافرام هيبقى عالي والهارت هيبقى متبطط وهيبقى شكله اكبر من الطبيعي. يبقى عرفت ازاي اتاكد ان واخد نفس ولا لا، عرفت ازاي ان الفيلم الجرعه بتاعته مظبوطه ولا لا، ما هوش محروق ولا سوفت. وفي نفس الوقت هقول لحضرتك دلوقتي ازاي تعرف لو كان واقف عدل ولا مش واقف عدل. في اللاترال فيو المفروض وانا ببص على اللاترال فيو تكون الدورسال سباين اللي فوق بيضه والدورسال سباين اللي تحت سود. ليه؟ عشان هنا في كتاف المريض وهنا في لونج بيزس مليانه هوا. طيب افرض انا جيت في اللاترال فيو لقيت الاثنين زي بعض، يبقى في مشكله. ايه المشكله دي؟ لازم تكون تحت حاجه شالت الهوا وغطت على السباين. فلما ابص في الفرونتال فيو هلاقي فعلا في اوباستي ورا الهارت. اجدع فيلم ده بيجي عندنا في الامتحانات اللي هو ليفت لور لوب كونسوليديشن كولابس، واول فيلم بيحطوه للكانديديت في الامتحان اللاترال فيو،
هو فاهم اللاترال فيو عشان خاطر الهايلم اذا كان في لينف نودز ولا لا، عشان خاطر الهارت لو كان كبير ولا صغير، عشان لكن this is a very important sign اللي هي the lower dorsal vertebrae ابيضت، معنى كده ان في ليجن موجود. لو انا بقى عاوز اعرف المريض واقف عدل ولا لا، اجي على السباينس بروسيس بتاع الدورسال فيرتبري واعمل علامه واقيس المسافه بينه وما بين الكلافيكل الشمال وما بينه وبين الكلافيكل اليمين. لو كان المسافتين قد بعض يبقى واقف عدل، لو كان في فرق بين الاثنين يبقى ملوي على ناحيه، يبقى المريض كان واقف عامل كده او واقف عامل كده. طيب افرض كان واقف عامل كده، هتلاقيه المنظر اللي احنا شايفينه. This is the spinous process and this is the medial edges of the clavicles. يبقى في فرق بين الاثنين. الفرق ده عمل ايه؟ خلى لانج اسودت ولانج تانية ابيضت. اي حد مش واخد باله بيقول لك انفيزيما على الناحية اليمين او نمونيا على الناحية الشمال، which is wrong. It's absolutely normal patient. ولكن كل اللي حصل ان هو اتلوى وهو بيتصور. وعاوز اقول ان دي مش على مستوى الكلينيشن، على مستوى كبار اطباء الاشعه. دي حقيقه ان هو الدنيا متسعجله في حالات كتيره، عاوز يكتب تك تك، ما بياخدش باله ابدا ان المريض كان واقف مش عادل. And this is very important. وطبعا حضراتكم عشان معاكم كلينيكال داتا فتقدر على طول تعرف ان الكلام المكتوب في التقرير اوهام، يعني ما المريض ولا بيشتكي من ده ولا من ده، وبالتالي هيكون السبب غالبا ان هو ما كانش واقف عادل. لما افرض انا عندي شيست اكس راي وعاوز اقول الليجن في الحته الفلانيه، اول حاجه في الاشعه بتقول ان كل مريض، كل صوره اشعه عباره عن مريض باصص للدكتور، يعني شمال المريض هنا ويمين المريض الناحيه الثانيه. يبقى this is the left lung and this is the right lung. اذا كان الليجن في اعلى حته من اللنج، and this is known as the apex اللي هي الصفرة ديت، this is the apex of the lung. الحته اللي قصاد الهايلم بالظبط اسمها the middle lung zone، الحته اللي فوقيها اسمها the upper lung zone، والحته اللي تحتها اسمها the lower lung zone. يبقى لو كان في كوره في الحته ديت اسمها middle lung zone، لو كانت فوقيها upper، لو كان هنا خالص يبقى in the apex of the lung. طب افرض انا عندي lateral view، then I can know the lobe. The lobe الليجن موجود في انهي لوب؟ لان احنا عارفين ان على الناحية الشمال في فيشر، على الناحية اليمين في تو فيشر. فلو كان الليجن هنا في الحتة ديت يبقى upper lobe، لو كان هنا يبقى lower lobe، لو كان هنا يبقى middle lobe، لو كان هنا يبقى upper lobe، وهنا يبقى lower lobe. يبقى لو انا عندي frontal view بس اقول بالزون، لو انا عندي lateral كمان اقول باللوب. يعني اي كان ساعتها اقدر اقول باللوب، زي مثلا ده مريض عنده عامل جراحه في القلب وفي سترناتومي واير سوتشرز وعنده بلورال افيوجن. اللي خلانا نشوف الفيشرز ان الافيوجن دخل فيها، يعني يو سي ذا ميجور فيشر اند ذا ماينور فيشر، ذن يو نو ذس از ذا ابر لوب، ذس از ذا ميدل لوب، اند ذس از ذا لوور لوب. يبقى نوينج ذا فيشر حتى لو انا مش شايفه انا عارف هو ماشي فين، ذن اي نو مكان الابر مكان اللور وهكذا. علشان اقرا الشيست اكس راي لازم حضراتكم تبقوا عارفين اللغه اللي احنا بنستخدمها، يعني احنا عرفنا بي اي واللاترال والكلام ده كله، لكن في الفاظ بتتكتب في التقارير ممكن الكلينيشن ما يبقاش عارف معناها، ولو كان مش عارف معناها بتخليه يبقى قرفان شويه من الكلام اللي مكتوب. ودي حقيقه، يعني كلنا كده. انا نفسي لما اجي اقرا تقرير اشعه وفي كلمتين ثلاثه مش عارفهم خالص ولا عارف معناهم ببقى زهقان متضايق. فاحنا عندنا ست الفاظ بس بنستخدمهم في الاشعه الشيست بالذات. اول لفظ منهم اسمه سيلويت ساين. سيلويت ساين معناها ان في حاجه خبت على حاجه. يعني ايه حاجه خبت على حاجه؟ لو انا في الشيست اكس راي ولقيت اوباستي عامله كده اهوت، وبعدين جيت امشي على الهارت، فانا جاي ماشي على الكاردياك بوردر كده كده، وبعدين وقفت لان مش قادر اكمل، معناته ايه الكلام ده؟ معناه ان الاوباستي جنب الهارت، صح كده؟ عشان كده غطت عليه. طب الهارت قدام ولا ورا؟ قدام. يبقى الاوباستي كمان قدام. طب مين اللي قدام على الناحيه اليمين؟ الميدل لوب، صح ولا ايه؟ يبقى اذا الاوباستي دي في الميدل لوب من غير ما اعمل لاترال فيو. تجربه ثانيه، لو في اوباستي هنا كده وانا جيت امشي على الهارت عرفت امشي عليه، يبقى معنى كده ان الاوباستي ديت ورا، صح؟ ورا يعني مش في الميدل لوب. مين اللي وراه؟
اللور لوب. يبقى اذا this opacity is present in the lower lobe من غير ما اعمل lateral view. نيجي هنا نختبر حضراتكم and this is an opacity and this is the heart. And can you see the heart? Yes I can. اذا ال opacity دي فين؟ in the lower lobe. ماشي يا جماعة. يبقى this opacity انهي مكان فيها؟ posterior. يعني فين؟ يعني في اللور لوب. نعمل عملنا CT فعلا this opacity is located posteriorly in the lower lobe. This is the heart and this is the diaphragm and the right the upper part of the liver. يبقى خلصنا اول حاجة السلوات. تاني حاجة ده كلمة تكاد تكون مقدسة في الأشعة في الشيست بالذات اسمها اير برونكوجرام. اير برونكوجرام معناها ان انا عندي اوباستي موجودة في اللنج جواها شجرة مليانة هواء. يبقى ايه الشجرة المليانة هواء دي؟ البرونكاي فيها هواء. وايه الاوباستي ديت؟ الالفيولاي بقت اوبيك. كويس، انا استفدت ايه من الساين ديت؟ ان انا اقسم بالله العظيم ان ذيس از بالمونري ليجن. يعني اول ما الاقي اير برونكوجرام في قصادي في الاشعه اقسم بالله العظيم ان ذيس از بالمونري برينكيمال ديزيز. يعني ولا طالع من ميدياستاينم ولا طالع من الريبس ولا طالع من الفيسلز ولا من النيرفز، طالع فروم ذا الفيولاي. وهذا اللي فيه اير برونكوجرام اسمه كونسوليديشن. اسمه كونسوليديشن. ان كونسوليديشن في منها اشكال والوان والنمونيا واحد منهم، مش كل حاجه كونسوليديشن في الشيست اسمها نمونيا، لكن النمونيا واحد من الحاجات بتاعه الكونسوليديشن. ثالث واحد فيهم اسمه بالمونري نوديول. اند نوديول هي عباره عن ويل ديفايند ليجن اقل من 3 سم. ورابع واحد اسمه ماس، والماس عباره عن ويل ديفايند ليجن اكتر من 3 سم. واللي بعد كده اسمه باتش، والباتش ان ايل ديفايند ليجن جواها اير برونكوجرام. واخر واحد فيهم اسمه كافيتي، والكافيتي عباره عن ويل ديفايند ليجن جواها هواء. سواء كان هواء كلي او هواء وميه او هواء وصديد او هواء واي حاجه ثانيه اسمه كافيتي. اذا لو انا جيت في بتكلم او بكتب في التقرير وكتبت لك بالمونري كوين شادو، تفهم ايه؟ ولا حاجه. ليه؟ لان this is not an internationally recognized term. يعني لو انت بتقول محاضره بره وقلت كوين شادو محدش هيبقى عارف قصدك على مين فيهم، على النوديول ولا الماس ولا الكافيتي ولا ايه. لكن these terms are recognized internationally recognized terms، بحيث وانت بتتكلم وانت بتكتب كل الناس فاهمين قصدك ايه. قلت نوديول يبقى اقل من 3 سم، قلت ماس يبقى اكتر من 3 سم، قلت كافيتي يعني فيها هواء، قلت باتش يعني فيها اير برونكوجرام اللي احنا سميناها كونسوليديشن. بعد لما اتفقنا على الكرايتيريا بتاعت الشيست اكس راي كويس واتفقنا على الالفاظ اللي احنا هنستخدمها في التقرير، باقي بقى ان احنا نكتب التقرير او ننتربريت الداتا. اول حاجه بعملها بان انا بجيب الفيلم واحطه على فانوس الاشعه، وبعدين اعمل ثلاث خطوات. اول خطوه فيهم اتحقق ان الفيلم معمول كويس، يعني اشوف واخد نفس ولا لا، واعد الريبس. تاني حاجه اشوف واقف عدل ولا لا، واشوف الكلافيكلز. ثالث حاجه اشوف الدوز بتاعه الاشعه كويسه ولا محروق ولا صفر. اول حاجه. تاني حاجه اشوف المريض بيشتكي من ايه. احنا يا جماعه في الاشعه وي ار كلينيشنز، ما احناش مصوراتيه. واي دكتور اشعه بيتصور بيتصرف على انه مصوراتي هو ما يستاهلش اللقب دوت. لان في مع الاسف الشديد كتير جدا من دكاتره الاشعه بتشتغل بس مصوراتيه عند الكلينيشنز، يقول له اعمل لي فيلم مالكش دعوه، يخش عليه في المستشفى ياخد الفيلم من على الفانوس ويمشي بيه وهو بقى ودماغه. مفيش حاجه اسمها كده. ان الدكتور الاشعه اللي عارف شغله كويس قوي بيكون اكستريملي ريسبكتبل من كل الكلينيشنز لان رايه يعتد بيه، لكن لما يكون طيشه ورايه مش مهم بيشتغل فعلا مصوراتي بمعنى الكلمه. يعني امتى تبقى رايك مهم؟ ونيفر يو نو ذا كلينيكال داتا.
لما يكون شكوى المريض مهمه بالنسبه لك عشان تقدر تقول انت شايف مين في دول. Then and you should have the previous films if you can. لو كان في اشعات قديمه ليها علاقه بالموضوع بتاعنا يا ريت تبقى موجوده عشان تقدر تقارن تشوف ايه اللي حصل كبر صغر الكلام ده كله. وبعدين كل ده موجود and you cannot reach the final diagnosis يبقى في الاخر خالص تستعين بالسيتي. تمام؟ وهنمشي مع بعض خطوه خطوه في الموضوع ده. انا حطيت الفيلم على الفانوس ولقيته معمول كويس وخدت الكلينيكال داتا وكل حاجه تمام انا going to interpret. اول حاجه بعملها لازم افرق ما بين حاجتين كبار، هل اللي انا شايفه فوكال ولا ديفيوز. دي مش محتاجه اشعه خالص ولا خبره ولا حاجه، اي حد يعرف الفرق بين الاثنين، لان فوكال لانج ليجن معناها كوره او اثنين او ثلاثه بيت اللانج سليم. اما ديفيوز لانج ديزيز يعني سداح مداح اللانج الشمال واليمين كله متلخبط اخر لخبطه. ده ديزيز وده ديزيز تاني. طيب لو انا قلت ان انا بتعامل مع فوكال لانج ليجن، ايه الفوكال لانج ليجنز المحتملين اللي انا اعرفهم؟ نمرة واحد ان يكون نضيول يعني اقل من 3 سم، او يكون ماس يعني اكتر من 3 سم، او يكون باتش يعني في اير برونكوجرام، او يكون كافيتي يعني جواها هواء ومفيش حاجه تانية. وانا برضو هدي لحضراتكم الفرصه انك تقترح مقترحات، واذا يعني عرفت تقترح واحد مش موجود هنا ابشر هضيفه طبعا في المحاضره. وكل ما اروح في حته اقول اسمك فلان الفلاني هو اللي قال لي الحاجه الفلانيه، لان في الغالب يعني هتكون مشهور في خلال سنه على الاقل على الاكثر. كويس؟ طيب يبقى اذا افرض ان انا لقيت نفسي بتعامل مع نوديول، ايه الاحتمالات؟ يعني انا بصيت كده لقيت فوكال ليجن قلت ايوه واحد من اربعه، يا اما نوديول يا اما ماس يا اما باتش يا اما كابيت. مين هو فيهم؟ لقيت النوديول اللي هو ويل ديفاين اقل من 3 سم. ايه الاحتمالات؟ الاحتمالات سته وهسيبك تقول الباقي. خلاص الاحتمالات which are commonly seen in the clinical practice سته. اول واحد التوبركلوما، تاني واحد الهامرتوما، تالت واحد البرونكوجينيك كارسينوما، رابع واحد الميتاستاسيس، خامس واحد الارتيريو فينوس مالفورميشن، سادس واحد الهيداتيك سيست. خليك تقول اللي انت عاوزه. اسهل واحد فيهم على الاطلاق هو الميتاستاسيس. ليه؟ اول ما تبص على الشيست وتلاقي كور 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 تعرف ان دي ميتاستاسيس حتى من غير هيستوري. من غير هيستوري ان يو نو ذات ذيس ار ميتاستاتيك ديبوزيتس. سواء كان هذا الموضوع في الاكس راي او في السي تي نفس الحكايه كور 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 مينينج ميتاستاسيس. طبعا لو كان في الهيستوري اوف ذا بيشنت في برايمري مالجنسي ده بيخليك تبقى متاكد تماما ان ذيس ار ميتاستاسيس، بس احنا في الغالب مفيش حاجه ثانيه بتعمل كده الا الميتاستاسيس. حد هيسال يقول لك هو يعني الميتاستاسيس ما ينفعش تكون واحده؟ يعني كره واحده بس ما ينفعش؟ ينفع طبعا، بس انا مش هعرفها الا لو كنت عارف ان المريض عنده برايمري مالينس. في الوقت دوت هيبقى الهيستوري مهم جدا بالنسبه لي عشان اقدر اوصل للايه؟ للتشخيص. طيب افرض انا عملت تشيست اكس راي لقيت كوره كده الحرف بتاعها سموز وجواها كالسيوم. Then you know that this is benign. Smooth margin and internal calcification يساوي benign. Benign يعني واحد من دول يا توبركلوما يا اما هامرتوم. واحنا مش محتاجين ابدا نفرق ما بينهم في الاشعه لان الاثنين اصلا ما لهمش علاج وهما الاثنين they never turn malignant. وبالتالي تقول جرانيلوما توبركلوما هامرتوما ما بتبقاش فرق قوي مع المريض. Then if you see a nodule with a well-defined margin and internal calcification then you know that this is benign. Benign يعني واحد من الاثنين. اي حد في الامتحانات هيقول له طب يعني ايه حبز لنا حاجه عن حاجه. التوبركلوما فوق والهامرتوما في اي مكان. التوبركلوما اي نوع من الكالسيوم، الهامرتوما الكالسيوم زي الفشار. في بعض الحاجات ممكن تفرق ما بينهم لكن في الغالب ما بنبقاش عارفين. And this is tuberculoma فيها smooth margin جواها كالسيوم. And this is hamartoma ليها smooth margin وجواها كالسيوم. امتى بقى تصر وتقول ان this is hamartoma؟ لما يكون الكالسيوم زي الفشار اللي هو بيقولوا عليه بوب كورن كالسيفيكيشن. زي الفشار بالظبط، يعني انا حطيت صوره الفشار جنبه عشان تلاقي الايه المنظر متقارب ما بين الاثنين.
طيب افرض لقيت النوديول الحرف بتاعها مشرشر كده اهوت، بنسميه عندنا احنا speculated margin and this is the malignant lesion البرونكوجينيك. السبيكيوليشن معناها ان الليجن دوت از انفيدنج ذا سراوندنج بارينكيما اند ذس از مالينسي. ذن اف يو سي ا سبيكيوليتد مارجن في الاكس راي او سبيكيوليتد مارجن في السي تي اند يو نو ذات ذس از برونكوجينيك كارسينوما. ذس از ذا كلاسيك ابييرنس اوف برونكوجينيك كارسينوما ان ذا بلين اكس راي اند ان ذا سي تي سكان. طيب افرض لقيت النوديول جواها ميه، مش هتعرف الميه من البلين اكس راي، لازم تعرفها بالسي تي او بالسونار. الكورة الوحيدة اللي مليانة مية في اللنج هو الهايدراتيد سيستم. الكورة الوحيدة اللي مليانة مية في اللنج هو الهايدراتيد سيستم، لدرجة ان لو انت عندك كور مليانة مية all over the body ما تقدرش تعرف ان هما هايدراتيد سيستم الا لو شفت واحدة في اللنج. قد كده هو بوتاجنومونيك لانه ملوش differential diagnosis. لما بقول الكلام دوت اول كلمه بتطلع على طول امال فين الخراج. And the lung abscess and this is the lung abscess and this is the hydatid cyst. الهيداتيد سيست الجدار بتاعه رفيع جدا ما بياخدش سبغه. الخراج الجدار بتاعه تخين جدا بياخد سبغه. الخراج 99% contains air، لازم هيكون جواه هواء ولو حتى نقطه واحده، لكن الهايداتيد سيست ما بيكونش جواه هواء الا لو انفجر، ولو انفجر بيتحول الى خراج ما يشبه الخراج يعني. يبقى اذا whenever you see كوره containing ميه in the CT او في الالتراساوند in the lung and you know that this is hydatid cyst. لو كانت النوديول متوصله بالهايلم بحبلين، واحد هو the feeding artery والتاني هو the draining vein and this is artery venous malformation. يبقى الارتيري فينوس مالفورميشن كنا زمان نلاقي النوديول كده وطلع منها حبلين، فنعرف على طول ان ذس از غالبا ارتيري فينوس مالفورميشن، بس ما كانش عندنا صرفه الا الانجيوجرافي، فندخل قسطره في البلمونري ارتري ونحقن صبغه فتلاقي الارتري وتلاقي الاي في ام وتلاقي الدريننج فين. في النص الثاني من المحاضره هقول لحضراتكم قد ايه السي تي بقى عملاق في الموضوع دوت. مجرد انك انت تحقن شويه صبغه في الوريد وتقول له وريني البلمونري فيسلز، يروح على طول مطلع لك البلمونري فيسل as you can see and you see the AVM and you see the feeding artery and the draining vein. اذا لو احنا لقينا في الشيست اكس راي نوديول فانا عارف ان هي 1/6. لو كان سموز مارجن وفيها كالسيوم توبركلوما هامرتوم، لو كان سبيكيوليتد مارجن برونكوجينيك كارسينوم، لو كان فيها ميه هايداتيد سيست، لو ليها فاسكولار بيديكل ارتيري فينوس مالفورميشن، لو هي مالتيبل او سوليتري وفي لون هيستوري وبرايمري مالينسي يبقى متاس. طيب افرض انا لقيت شيست اكس راي زي ده كده وبعدين لقيت فيه نوديول وانا ما اعرفش انهي واحده فيهم، لان لازم اشوف فيها كالسيوم ولا لا او سموز مارجن ولا لا او كل الكلام دوت مش عارف، يبقى ايه العمل؟ الى السي تي. السي تي هنا مهم جدا في الموضوع. ما نعملش ابدا ان اقول ابص النوديول ديت في الايبكس وشكلها سموز كده يبقى تبركلوما وروح وانت مطمئن، ما ينفعش الكلام دوت، ما ينفعش، لازم اعمل سي تي. لان اذا عملت سي تي وطلعت سبيكيوليتد مارجن يبقى معنى كده ان دي برونكوجينيك كارسينوما، يعني should consider this as a برونكوجينيك كارسينوما. حلو قوي. انا قلت لكم بقى ان النوديولز اللي بتتشاف في اللانج هم 6 كويس، وهدي حضرتك فرصة انك تقول واحدة رقم 7 ممتاز، بس في شرط واحد بس، ان النوديول رقم 7 اللي انت هتقولها تكون بتتشاف على الاقل مرة واحدة في السنة. ده معناته انها هتكون common، ومعناته انها تستاهل ان انا احطها في الليستة وان انا اطلع الديفرنشال دياجنوزز بتاعها وكده. اما واحدة بتتشاف كل 20 سنة خلاص انا مش هعرفها، حضرتك مش هتعرفها، محدش هيعرفها الا بعد الايه؟ بعد البيوبسي. يبقى if you know a nodule which is common في الفريكونسي بتاعت once per year قول لي عليها واحنا هنحطها هنا في الليسته دي. اقول لك على الحاجات اللي اتقالت لي ماشي. روماتويد نوديول what do you think بتتشاف مره في السنه؟ لا طبعا انا شفتها مره واحده في حياتي مش في السنه. خلي بالك الشوفان اللي انا اقصده
هو في الريال براكتس مش في الكتب ولا على الانترنت. الشوفان اللي انا عاوزه يكون ان ذا ريال براكتس. حد قال لي بالمونري كارسينويد تيومر. كارسينويد فعلا اذا بالمونري نوديول لكن ما تشافش مره في السنه. واحد قال انترا بالمونري ليمف نود نفس القضيه. واحد قال فورين بودي، لان الفورين بودي واضح ان هو فورين بودي وريديو اوبيك ومش موجود في اللنج اصلا، موجود في البرونكس، حاجات زي كده. اذا التجربه دي عملتها مع ناس كتير جدا ومنهم ناس هايلي سبيشالايزد ان ذا تشست باثولوجي، and we came to a conclusion ان هم دولت السته of the most common. اذا لو انت بتبص على الشيست اكس راي ولقيت نوديول هتبقى عارف ومستريح ومطمن ان هي واحد من سته، والتفريق ما بين السته سهل جدا جدا ان you can reach. ننتقل الى الماس. لو احنا لقينا ماس اللي هي اكتر من 3 سنتي الاحتمالات مش ستة، ثلاثة بس. بالمونري ماس ثلاثة بس اللي هم ايه من الستة، الكارسينوما الكبيرة والهيدات الكبير والميتاستاسز الكبيرة اللي هم بيسموها كانون بول ديبوزيتس. فلو انت لقيت ماس في اللنج زي كده هوت، كل همك انك تشوف اذا كان جواها مية ولا لا، عشان تشوف اذا كانت هتطلع هيدات ولا مش هيدات. تعمل ايه؟ سي تي او الترا ساوند، الاثنين سيان. لقيت في الستين جواها مية، خلاص حلينا المشكلة. And this is hydrated cyst. طيب لقيت ماس زي كده في الشيست وبعدين عملت سي تي لقيت جواها مية، and you know this is hydrated cyst. طيب عملت اكس راي لقيت ماس، وعملت سي تي طلعت صلت ما طلعتش بقى فيها مية، يبقى اذا الماس دي ممكن تكون متاستاسز وممكن تكون برونكوجينيك، صح كده؟ الميتاستاسيس بتتشخص ازاي؟ باي مالتيبلستي او نون برايمري مالجنسي. طب ده وده مش موجودين، يبقى ام ليفت مع مين؟ ذا برونكوجينيك كارسينوما. اند ذس از ذا رول. اي ماس سوليد ان ذا لانج اوف ان ادلت شود بي كونسيدرد از برونكوجينيك كارسينوما انتل بروفد اذروايز. اي ماس على مسؤوليتي، اي ماس solid in the lung of an adult should be considered as bronchogenic carcinoma until proved otherwise. هل proved otherwise ازاي؟ ال next step بتاعت البرونكوجينيك كارسينوما انك تاخد منها بايوبسي. خدت منها بايوبسي طلعت متاستاسيس من unknown primary renal cell carcinoma غير مكتشفه، breast cancer غير مكتشف، وهكذا. او in extremely rare conditions تطلع بالمونري ليمفوما مثلا. ده ما حصل معايا في حالتين بالظبط، حالتين during 20 سنه قلت عليهم برونكوجينيك كارسينوما خدت منهم بايوبسي طلعوا ليمفوما. يبقى اذا ما اقدرش احط الليمفوما in the possibilities because it's extremely rare انها to present as a mass، لكن البرونكوجينيك كارسينوما is very common to present as a mass. تيجي بقى للايشو اللي احنا بنتخانق فيه، هتقول لي بس الماس دي فيها كالسيوم وكالسيوم يعني بناين. هقول لك كالسيوم يعني بناين في النوديول بس، لكن في الماس كانه مش موجود. كالسيوم موجود مش موجود ما ده تفرق، هي برونكوجينيك يعني برونكوجينيك. اذا if you see a mass in the chest and you did a CT scan and it's solid then you see calcium inside and you know that this is bronchogenic carcinoma. بعض الناس بالذات بره يعني بره مصر يقول لك معقول واحد عنده برونكوجينيك قد كده وعايش بيها؟ يعني ايه المشكله اللي في كده؟ يعني ممكن ان ده you see tumors very big size لانه مش عامل مشاكل. وخلي بالكو ان الكلام القديم بتاعنا اللي هو الواحد اللي عنده برونكوجينيك كارسينوما بيكح دم ومش عارف ايه والكلام ده، كل دوت تقريبا مش موجود دلوقتي عند كلينيكال براكتس. وكتير جدا من البرونكوجينيك كارسينوما بيكتشف بعد لما يعمل ميتاستاسيس في البرين، وبيكون السبب السيمتومز هو البرين ديبوزيت. يروح عامل المريض سي تي برين كور 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 ان ذا برين ريبريزنتنج ديبوزيتس، اول مكان بندور فيه في الشيست نطلع البرونكوجينيك كارسينوما. Then if you see a mass in the chest and you know this is an adult، عشان الاطفال وضعهم مختلف، and you know that this is bronchogenic carcinoma if it is solid. لكن لو عملت سي تي وطلعت جواها ميه خلاص يبقى هيدات السيست زي ما احنا اتفقنا. جيت هنا لقيت ماس في الرايت لانج وبعدين عملت سي تي طلعت سوليد ورايح تشخص برونكوجينيك كارسينوما، قال لك عنده رينال سيل كارسينوما، يبقى التشخيص اختلف. And this is metastatic deposit and this is the importance of the history، ان انا لازم ابقى عارف كويس قوي the clinical data of the patient. Then if you see a lesion like this، can you see the lesion is here
في الفرونتال فيو وموجود هنا في اللاترال فيو. ان يو نو واحد ادلت او واحده ادلت يبقى انت بتتعامل مع برونكوجينيك كارسينوما، لكن قال لك في الهيستوري ذس بيشنت عندها ميلانوما، يبقى اذا اللي انت شايفه ده هوت ايه؟ ميتاستاتيك ديبوزيت. طيب افرض عملت تشيست اكس راي لقيت كور 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 كور، يبقى ميتاستاس. طيب عملت تشيست اكس راي تاني لقيت كور 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 وكانسر كولون، يبقى ميتاستاس. طب ما فيش كانسر كولون، يبقى ميتاستاسيس برضه نفس الحكايه، كور 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 يعني ميتاستاسيس، سواء كانت نوديولز او ماسز او الاثنين مع بعض ما يفرقش، ده وده سيان. كور 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 في السي تي نوديولز وماسز يساوي ميتاستاتيك ديبوزيتس ايفن اف يو دونت نو ذا هيستوري. طيب كورتين كورتين زي كور 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 يبقى ميتاستاسيس، عملت سي تي طلع الاثنين مليانين ميه، يبقى هيداتد سيست. كويس، معنى كده ان الهيداتد سيست كان اوكير اي مالتيبلستي وكذلك الميتاستاسيس كان اوكير اي مالتيبلستي. هتقول لي طب ليه انت بقى كل كور 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 عمال تقول ميتاستاسيس ومش راضي تقول احتمال كمان تكون هيداتد سيست؟ الاجابه سهله جدا يا جماعه، كام مره شفت في حياتك ميتاستاسيس وكام مره شفت مالتيبل هيداتد سيست؟ انا اقول لك الاجابه، احنا في الاشعه عندنا لما واحد بيجي يعمل شيست اكس راي يطلع عنده كور كتيره نروح كاتبين ميتاستاسيس، يروح يعمل سي تي يطلع كلهم مليانين ميه يعني هيداتد سيست. كويس، مفيش دكتور في الاسم بلا استثناء ما بيعملش لنفسه نسخه وياخدها في البيت. ليه؟ لانها ذس از ريل كونديشن ما بتتشافش فريكوينتلي. انا بقول الكلام دوت عشان لما يجي لك عيان وعنده كور 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 قول له لا شكلها شارب كده وهي هيداتد سيست، اذا كان عندك قطه في البيت اطردها وانت هتبقى كويس. غلط، خلاص ان ذا كومن از كومن، تطلع هيداتد سيست بعد كده خير وبركه والمريض يفرح وكل حاجه تمام، لكن 99% في الاخر خالص هيطلع ايه؟ هيطلع ميتاستاتيك ديبوزيت. يبقى اذا لو انا عندي ماس في الشيست في الادلت تساوي 1 من 3، هيداتد سيست في ميه، ميتاستاسيس يا اما في هيستوري يا اما مالتيبل، مفيش لا ده ولا ده، يبقى برونكوجينيك كارسينوما. نفس السؤال برضو لحضراتكم، في ماس تانية في الشيست بتاع الادلت مالكش دعوه بالبيدياتريك ليه سكه لوحده، تبقى موجوده في بوسيبيليتي تانية بشرط تكون بتتشاف مره واحده في السنه، دي محدش يعني كح تقريبا فيها خالص، يعني مفيش بوسيبيليتيز اصلا موجوده في الـ في الـ في الكلينيكال براكتس تسبورت الفايندنج اللي انا بقول عليه. وكل السجستنز اللي اتقالت كانت على ميدياستاينال ليجن زي سايميك تيومرز مثلا او ليمفوما او الحكايات اللي زي كده. Then you are happy انك انت لما تلاقي الماس في الشيست تعرف ان هي 1 من 3، ويبقى كل همك انك تشوف فيها ميه ولا لا، واذا ما كانش كده تبقى برونكوجينيك انتل بروفد اذروايز. نيجي بقى للباتش. الباتش يعني عندنا اوباسيتي جواها شجره مليانه هواء، اند ذير ار اونلي تو بوسيبيليتيز، مفيش حاجه في الباتش غير اثنين، يا اما نمونيا يا اما انفاركشن. والتفرقه ما بين النمونيا والانفاركشن تكاد تكون مستحيله بالاكس راي، لكن سهله جدا بالهيستوري. العيان اللي عنده جلطه عنده اكيوت شيست بين وبيكح دم، والعيان اللي عنده نمونيا سخن وبيكح وبينزل صديد وبلغم والكلام اللي انت فاهمينه. لكن في الشيست اكس راي الاثنين شبه بعض بالظبط، بغض النظر بقى يقول لك الانفاركشن مثلث والبزل بره والابكس جوه وكل الكلام ده بطل خلاص، لكن اللي احنا عندنا في الاشعه اي اوبس موجوده فيها اير برونكوجرام تحتمل الاثنين، بس مش كل عيان هنكتب له كده، ده يا اما جلطه يا اما نمونيا، لان احنا عارفين ان النمونيا باي فار از ماتش 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 مور كومن ذان ذا انفاركشن، لان كل اوباستي فيها اير برونكوجرام اي دايجنوز نموني، الى ان يثبت عكس هذا. لو جه بقى في الهيستوري زي ما بيعملوا كده في الامتحانات، ايه ده يا ابني ده نمونيا بس المريض عنده ديب فينس رومبوزس ورجله بتوجعه ومش عارف ايه، يبقى اذا وي ار ديلينج ويز ان انفاركشن. Then if you see a lesion like this with air bronchogram and this is pneumonia، والنمونيا ما بتحتاجش سي تي بتبقى باينه في البلين اكس راي، لكن بعض الناس especially الدكاتره
بتقول له كذا يقول لك لا نطمن احسن، نجيب من الاخر مش عارف ايه، تعمل سي تي ان يو سي ذا اوباستي بعد الانتي بايوتكس ان يو سي ذا كليرنس اوف ذا اوباستي. Then you see a lesion here and this is the patch. هل الباتش دي قدام ولا ورا؟ ما اعرفش. ليه؟ عشان مش جنب الهارت. لو جت جنب الهارت اقدر اعرف هي غطت عليه ولا ما غطتش عليه. لكن في اللاترال فيو اند ذس اوباستي از بوستير، عرفت ازاي؟ عشان غطت على السباين، القاعده الاولانيه اللي احنا قلنا عليه. And this is pneumonia after antibiotic therapy has cleared. طيب جينا لقينا هنا اوباستي موجوده في الحته ديت كده، هل الاوباستي دي مغطيه على الهارت ولا لا؟ لا، يبقى اذا الاوباستي ديت موجوده فين؟ ورا غالبا، posteriorly located يعني مغطيه على السباين. And this is left lower lobe pneumonia. And this is upper lobe pneumonia on the right side and you see the air bronchogram and you see the bordering by the fissure. نيجي للمنظر دوت اللي هو بقى اللي انت تحب قوي تقول عليه انفاركشن، عشان ايه؟ مثلث والبيز لبره والابيكس لجوه لولو واللي الناحيه اليمين ومعاه كمان بلورال افيوجن. خلي بالك ان البلورال افيوجن موجود مع النمونيا والانفاركشن سيئة. يبقى اذا كل اوباستي تلاقيها مهما كان شكلها يعني كونسيدر نمونيا. And if you don't know the history, if you know the history which is very important, then you can discriminate between pneumonia and infarction. في السي تي بقى سهل قوي انك انت this is the pulmonary artery زي ما هنقول في المحاضرة التانية and this is the embolus inside the pulmonary artery، يبقى خلاص يبقى this is embolism. نيجي لاخر حاجة اللي هو الكافيتي، عبارة عن كورة فيها هواء، والهواء ممكن يكون لوحده يعني كافيتي من غير حاجة، وبعدين هواء وفي air fluid level، وبعدين هواء وماس يعني كورة فيها هواء جواها كمان ماس. دولت ثلاثة possibilities ويحتملوا على 8 differential diagnosis، أكبر واحد فيهم على الإطلاق. الأولاني 6 والتاني 3 والتالت 2 وده أكبر واحد فيهم. نمسك الأول الكافيتي اللي جواها هواء بس. الكافيتي اللي جواها هواء بس differential diagnosis معتمد على تخانة الجدار. لو كان الجدار تخين يبقى فيه اتنين تشخيصين، لو كان الجدار رفيع يبقى فيه اتنين غيرهم. اول واحد تعرفه على الاطلاق اللي هو الكافيتي الجدار بتاعه سميك ومليان هواء and this is the abscess. اللونج abscess بيبتدي بان فيه صديد كتير ونقطتين ثلاثة هواء، وبعدين يعني المريض يقعد يكح الصديد يكح الصديد لحد لما يرسي ان الكافيتي كله مليان ايه؟ مليان هواء بس. And this is the chronic lung abscess. الابسس الاولاني اللي هو فيه صديد كتير وهو قليل and this is acute lung abscess. طب مين اللي بيشبه الخراج؟ البرونكوجينيك كارسينوما. لما يحصل فيها سنترال نكروز، لما يحصل سنترال نكروز في البرونكوجينيك والمريض يكح الشريدز بتاعت التيومر يتبقى لك كافيتي والجدار بتاعه تخين، بس شتان بين الاثنين. الكافيتي بتاع البرونكوجينيك كارسينوما من جوه is extremely irregular، مش معمول بالبرجل زي التاني زي الابسس، لا is extremely irregular زي ما حضراتكم شايفين هنا وهنا. Then if you see a cavity with a smooth inner margin and this is the abscess, and if you see a cavity with irregular inner margin and this is the cavitating bronchogenic carcinoma. تسأل نفسك سؤال، مين فيهم الكومن؟ الابسس بلا منازع، الابسس بلا منازع. يبقى لما اعمل شيست اكس راي والاقي كافيتي جوه الجدار بتاعه تخين جواه هواء اي ثينك اوف ان ابسس، ما اروحش بقى شاطح لبعيد واقول ده ممكن يكون بريك داون ان نيوبلازم الا لما اعمل سي تي واتاكد من الانر مارجن اوف دي كافيتي. اند ذس از ذا ابسس لما يكون اكيوت في نقطه هواء بس، وبعدين الهواء كتر والصديد قل، وبعدين الصديد كله راح والهواء بقى هو المسيطر وبقى اكيوت اسف كرونيك لونج ابسس. لو كان الكافيتي المليان هواء الجدار بتاعه رفيع يعتمد على مكان وجوده، لو كان في وسط اللونج اسمه نيماتوسيل، اسمه نيماتوسيل. لو كان على حرف اللونج يعني تحت البلورا على طول اسمه انفيزيماتس بولا، يبقى البولا هي اللي لازقه في البلورا والنيماتوسيل كوره في وسط اللونج على طول. نيجي للكافيتي اللي جواه اير فلويد ليفل، واضح جدا ان ذس از ان ابسس اللي هو الخراج اللي كح شويه صديد وبقى شويه. طيب امتى اشخص دوت از ان ابسس؟ لو كان الفلويد ليفل خط مستقيم، سطح الفلويد ليفل مستوي، لكن افرض الفلويد ليفل كان مبقلل كده بيسموه عندنا في الاشعه ووتر ليلي ساين، ده الهايداتد اللي انفجر
الهيداتيد سيست لما ينفجر الدوتر سيست بتوعه بتعوم على وش الميه، فلما تعوم على وش الميه بتخلي وش الميه مش مستوي، فتلاقيه عامل زي بيسموه عندنا سوسن الماء، اللي هو النباتات اللي بتطفو على سطح الميه، فتلاقي بقليل 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 بقليل. يبقى ده this is not an abscess, this is rupture the hydatid cyst and this is an example. And you see the cavity contains a fluid level which is wavy, then you think of a hydatid cyst. اخر واحد اللي هو الكافيتي اللي جواه كوره، and this is ملوش تشخيص الا فانجل بول، الفانجس المايسيتوما الاسبرجلوما، بيبقى فيه كافيتي موجود من فتره غالبا بيكون بوست وركلس، وبعدين نبت جواه فانجس والفانجس فضل يكبر يكبر لحد لما عمل كوره. and this is the different the most common diagnostic possibility of a cavity containing كوره، سواء كان دوت في البلين اكس راي ان يو سي ذيس كافيتي ان يو سي ذا كوره، او في السي تي ان يو سي ذا كافيتي ان يو سي ذا كوره. يبقى كافيتي جواه كوره ان يو ثينك اوف فانجل بول او مايسيتوما او اسبرجلوما. طيب افرض لقيت كافيتي زي ده كده، شايف الكافيتي ده الجدار بتاعه تخين صح، والانر مارجن بتاعته ايه الرجل، يبقى مين دوت مالينا صح كده. طيب لا this is in the apex of the lung بعيد جدا عن نفسه. لان افرض الكافيتي ده كان جواه كوره زي كده، يغير التشخيص ويحوله الى مايسيتوما ولا يفضل مالجنت زي ما هو؟ يفضل مالجنت صح، لان ينفع المالجنت كافيتي يكون جواه كوره، ايوه الشريدز اوف ذا تيومر قبل ما العيان يكحه صح كده. ده الكافيتي المالجنت بيتشخص بيزد على الجدار والانر مارجن، يعني لو كانت جدار تخين والانر مارجن الريجولر مهما كان جواه، جواه كوره جواه هواء جواه ميه جواه الثلاثه مع بعض، ان يو شود كونسيدر في الاخر خالص ان ذس از ايه ذس از مالجنت مالجنت كافيتي. كلمتين صغيرين قوي على البلورال افيوجن والنوموثوركس، لان دول كتار قوي بيتشافوا ان ذا كلينيكال براكتس. ان يو نو ان الافيوجن عباره عن ميه بتقفل الكوستوفرينيك انجل، الكوستوفرينيك انجل بتبقى اكيوت زي الناحيه دي كده، لما تتقفل بيسموا الحكايه دي منسكس ساين، عامل زي الهلال، يبقى لازم الحرف اللي فوق بتاعه يكون كونكيف كده، ويكون لما تمد اللاترال بوردر بتاعه يوصل الى الاجزيلا. اند ذس از نون از البلورال افيوجن. في الاطفال، الاطفال يا جماعه وضع مختلف تماما في كل حاجه، الافيوجن بتاعهم ما بيكونش منسكس، بيكون لاميلر، يعني بيمشي على جدار الشيست وول. سالوني اللي هم بتوع البيدياتريك وبتوع الشيست ليه، ما احناش عارفين ليه الافيوجن في الاطفال بيمشي بحيث الشيست وول وفي الكبار بيبقى عامل المنسكس ساين، مش عارفين. بس اللي يهمك بقى تعرفه ان لو كان الافيوجن في الكبار ماشي بحيث الشيست وول يبقى انسيستد، يبقى انسيستد ما يبقاش فري، وطالما هو انسيستد يبقى احتمال الانفكشن فيه عالي جدا، يبقى هيتحول من افيوجن عادي الى امبايم الى امبايم. الافيوجن الوحيد اللي مش انسيستد في اللنج هو اللي بيبقى في الفيشر، اللي هو في الهوريزونتال فيشر، ممكن تلاقي شويه ميه متخزنين في الفيشر عاملين اليبتيكال شيب وكده. لما كنت بقول الكلام دوت فيجي يقول لك مش انت عمال فلقتنا تقول الكره الوحيده المليانه ميه في اللنج هي الهيداتيد سيست، طب ما دي كره ومليانه ميه ليه ما جبت سيرتها؟ اقول لك عشان نمره واحد ذس از نوت كوره لانها اليبتيكال، نمره اتنين ما هياش في اللنج ات از ان ذا بلور. معايا؟ طيب then if you see an effusion like this بنسميه moderate، واللي قبل منه كان mild effusion. اللي يهمك في الموضوع السيفير، لان الماسيف افيوجن او السيفير افيوجن از يوجوالي ا ساين اوف مالجنس، وبالتالي لما يكون واحد عنده ماسيف افيوجن زي دوت كده ان يشود هاف ذا سي تي سكان عشان تشوف ايه اللي تحت الميه ديت، ان التيومر او حاجه زي كده. النوموثوركس معناها ان في هواء ان ذا بلورال كافيتي بيدوس على اللنج يبططها، اللنج المتبططه بتروح على الهايلم، ما بتمشيش في اي مكان ولا بتطلع فوق ولا بتنزل تحت، بتروح على الهايلم، بتكولابس towards the hilum. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان افرض واحد عنده انفيزيمتس بولا تخن كده بططت بقيه اللنج،
لو كانت البوله فوق يبقى اللانج تحت، لو كانت البوله تحت يبقى اللانج فوق، يبقى دوت ما اسموش ايه؟ نوموثوراكس. نوموثوراكس بيبطط اللانج تو ذا هاي. Then if you see a sign ديت في منتهى الخطوره اللي هي ان في هواء بطط اللانج لكن الميدياستاينم راحت الناحيه الثانيه والديافرام نزل لتحت and this is tension pneumothorax. tension pneumothorax is a medical emergency. يعني لازم انا اتدخل ولازم اي واحد بيبص على الفيلم يقول ايه يا جماعه الحقونا في tension pneumothorax and this is tension in a child and you see هواء كتير جدا and the lung is collapsed, the mediastinum is shifted to the opposite side and the diaphragm is flattened. And thank you very much. المفروض هيكون في دلوقتي حوالي 10 to 15 minutes break وبعدين في اخر المحاضره الثانيه نستقبل الاسئله بتاعت حضراتكم. اتفضل.